هو كل فصل هيفوز واحد بكأس الذهب 1,000,000 جنيه، وعشرة بكأس الفضة 100,000 جنيه. هل الكأس من ذهب؟ ممكن يعني نشتري ذهب، كأس ذهب قيمته 1,000,000 جنيه. يعني إذا الكأس موجود زي كؤوس الأندية. عشان الكأس ده ما يباع، لأنه نحن هنصنع الكأس كأس من ذهب خالص قيمته 1,000,000 جنيه، ولا يباع. يعني الشخص أخذ 1,000,000 جنيه أو أخذ، لا يباع، يرهن. يعني مستعدين نحن نرهنه ونعطيه مقابله 1,000,000 جنيه، وليس نشتري. يعني ما يرهنوا في قرض، قرض إن شاء الله يسدده في 25 سنة. نقسم، يعني شغلة بسيطة جدا. يعني مثلا واحد عنده قرض من الفضة قيمته 100,000 جنيه، يبقى يقسطه على 100 شهر، كل شهر 1,000 جنيه. فيصير نحن نضمنه في القسط. في أحد يبغى مثلا عنده الكأس 1,000,000 جنيه، يعني ويبغى يعمل مثلا لبنته أو بناته الجهاز، فيصير نقسط عليه الجهاز. الجهاز على فكرة يكلف 250,000 جنيه أو 300,000 جنيه على الأقل، جهاز البنت في مصر عشان تتزوج. هذا نظام. فإذا الكأس هذا مثلا واحد فاز بالكأس، فيقدر يقول أنا عايز مثلا جهاز، يستدين من شركة مكة سمارت، شركة استثمارية تدينه. يعني هي بتاخذ منه الكأس اللي هو أخذ وفاز فيه. فهمنا اليوم؟ يعني كل يوم أنا معاكم مثلا ممكن طبعا ساعة كل سبت. أنا يعني إحنا ما بنفكر زي مسابقة الحلم في الام بي سي، ما هم غلبانين إنهم الناس يعرفوها، الناس حتعرفها. يعني الناس حتعرف توصل ل المتسابقين إلا مسموح لهم. يدخلوا لازم يجوا في المسرح، المرشحين لازم نحن نرشحها. نفس فكرة مسابقة الحلم ونفس فكرة اليانصيب. يعني مثلا بس إن عندنا وضوح نحن، يعني عندك أنت فرصة إنك أنت تفوز ب$300 عشان تيكت عشان تدخل مجانا تسابق. يعني هذه لازم تتصل مثلا أو ترسل صوتك فيديو أو طريقة معينة بالكنترول، أو تشتري ب$300.
تصير انت في السحب يعني بكل بساطة. فنحن اوضح من الام بي سي. طبعا انت لو اشتريت ب 300 دولار هتحضر. طيب السعه حقت المسرح 50 في المسرح، والجمهور اللي برا المسرح اللي مسجل ممكن يكون 500 ممكن يكون 5000 يعني حسب اللي دخل. اذا الدخول في كل مسابقه في الفصل 300 دولار. إذا أنت بدك تحاول في ال10 أسابيع في طريقة تحاول الاتصال بالدقائق وكذا تتصل. طريقة الاتصال نحن نقول لك هي عندنا الاتصال بسيط، ترسل رسالة صوتية في فيديو من 3 دقائق. أنت عندك يبدأ من 3 دقائق إلى 5 أو 7 5 دقائق، خلينا نقول 5 دقائق. فتقدر ترسله مجانا على الكنترول الواتساب، مش هيكلفك صح؟ بس الكنترول حتى يطل في الفيديو ده ويحطه في السحب بده يعمل حاجات، يعني في فيديوهات مرشحة للسحب، مواصفات منها انت ذكرت مثلا حاجات مطلوبة، لانه كثير ارسلوا الفيديو لكن انت مثلا ذكرت حاجة ما لها علاقة بالجواب، الجواب على السؤال. اذا سؤال اليوم يعني انت أرسلت فيديو 3 دقائق وما جاوبت على السؤال. طبعا السؤال نحن ما يهمنا الجواب صح ولا خطأ، على طول حتدخل في السحب سواء صح أم خطأ. يعني الكنترول لما يطول ما يقول والله جوابه خطأ، لا ممكن يكون جوابك خطأ ممكن صح، ما في جواب صح وما في جواب خطأ رغم أنه هو الأرقام. بعدين لما تيجي المسرح وتيجي في الجمهور انت حتقول جوابك، مثلا الجواب انه مطلوب اليوم على سؤال اليوم، نقول كم احتمالية سؤال اليوم، إعادة سؤال اليوم، السؤال رقم كم، رقم السؤال كيف نعرف رقم السؤال؟ سؤال سبت سبت واحد سؤال واحد، يعني عندي كل سبت 10 أسئلة، إلى سبت 10 يصير 100 سؤال. فأنت مطلوب تشارك 100 في 3 دقائق 300 دقيقة، كل فيديو أقل شيء 3 دقائق إلى 5 دقائق. الفيديو أكثر من 5 دقائق يستبعد، أقل من 3 دقائق يستبعد. إذا أنت شاركت بال3 دقائق، مقابل ال3 دقائق هذه 100 فيديو تأخذ 300 دولار في أوقات للتقديم. لو فاتتك ما يمكن انك تشتري. ففي تصفيات لعدد، واحد عنده 300 فيديو زي واحد عنده 10 فيديو. طيب اللي عايز، لانه ذاك كأنه له 300 دولار، 300 فيديو او 100 فيديو في 3 دقائق. طبعا نحن نحسب له الدقائق حقت الفيديو، لو 5 5 برضو هذا أحسن، يعني واحد 100 فيديو 5 دقائق، يعني عنده 500 دقيقة، يعني عنده 500 دولار أخذها بلاش.
فلو عندنا احنا عايزين 100 واحد من 500 دولار عندنا اوريدي فازوا ب 500 دولار، تبغى تدخل يعني بنخليهم خمسه لازم تدفع 500 دولار لانك ما ارسلت. الجواب حنعطيك كل الاسئله وتسجل وكذا بس ب 500 دولار. احنا حنقول لك كل اللي فازوا ب 500 دولار. كم الفائزين المرشحين اللي فوز 100؟ لا اللي حنختار منهم 100. فاللي يدفع اول واللي يسجل اول هذا اول الاولويه. طيب اللي سجل وتعب وكذا يعني ممكن انه يرحلها للفصل القادم. تترحل ما في مشكله. حتى الفلوس تترحل يعني عندك اربعه ترحيل. أرجو أن يكون كلامي واضح للأعمار من 15 سنة إلى 30 سنة. لو واحد عمره 40 سنة وما فهم كلامي مش مهم، لو واحد عمره 10 سنين ما فهم كلامي مش مهم، صح؟ إذا كان عمرك 15 سنة اوعى تروح لأبوك ويكون عمره فوق ال 35 تقول له فهم، انت فاهم اشترك مجانا، احرص انك تشترك. كلها متابعة كل اسبوع ساعة. متى الساعة؟ مو الساعة القيامة، متى الساعة؟ مو يسألونك اين يعني متى الساعة، لا متى ساعة المسابقة؟ الساعة السادسة مساء بتوقيت لندن، والساعة الثامنة يعني بث مباشر، حيسحب السؤال ويسحب حتى المشاركة. تبدأ يعني الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة بتوقيت لندن، الثامنة بتوقيت القاهرة، و التاسع بتوقيت مكة المكرمة. طيب يبدأ التسجيل الفيديو ترسله في خلال الساعة اللي بعدها، يعني في بث ساعتين الكنترول ترسل للكنترول. كيف ترسل؟ من الجوال حقك واتساب، من الكنترول رقمي يعني 0505605510 لو كنت متصل من السعودية. لو كنت متصل من خارج السعودية 966-0966-505-6075-10. فهذا الجوال استقبل هذا ونحفظها، عشان نحفظها في نحفظ حقك حق الاتصال. يعني انت لو ارسلت فيديو اقل شيء تاخذ 3 دولار في رصيدك. ما ارسلت اليوم، ما ارسلت في سبت واحد، ما ارسلت راحت عليك 3 دولار بكل بساطة. 3 الى 5 دولار، لان في واحد ممكن ارسل 5 دقائق، هي من 3 يعني من 500 دولار ل 300 دولار. لا تفوتها، هذه تاخذها مجانا بس بارسالك الفيديو. ما في شرط في الفيديو انه يكون مظبوط ولا مو مظبوط، حتى لو تكلمت في موضوع ثاني هو تجاوب السؤال بس. يعني تعلل في الفيديو ليش جاوبت السؤال ده، تتكلم اي حاجه وتعرف. طبعا هذا العنوان هو عنوان مسرحية أو عنوان مقر مسابقة أو سباق مليون جنيه.
حاليا طبعا هناك قصة سأكون معكم في هذا أو في هذه الحلقة كل سبت ابتداء من اليوم، يعتبر أول سبت، فبإذن الله نكون سويا سبت 1، 2، 3 إلى 10 سوف يكون مدة البث، يعني كما نرى هذه FM الآن. المسرح قبل الكورونا اتفقنا على أن يكون المسرح، ولكن لمسرحية باسم آخر، وكان الهدف نفسه مسرح سباق 1,000,000 جنيه، كان حرب أم لا، هذه حقيقة. يعني التقيت، يعني هذا برنامج المسابقة معمول لإعطاء جائزة بالسحب، يعني اليوم نذكر السؤال الأول، هناك 10 أسئلة تعطي فرص للمتسابقين للفوز بالجائزة.